دائما في إطار يعني التعريف بالبرامج والتعريف بالمواضيع التي سنتطرق إليها في هذه القناة، قناة فايت تي في. فتكلمنا في الحلقة السابعة عن 11 يعني مكون غذائي، 11 مجموعة غذائية يعني التي يجب على الناس أن يعلموها، ويعني على الأقل أن يعني أن تكون لديهم فكرة عن هذه الأغذية وعن أنواعها. فليست النشويات هي القطاني، وليست القطاني هي الخضر، وليست القطاني هي الفواكه. فهذه الأشياء يجب على الناس أن يعلموا، أن يعرفوا جيدا، وأن يتتبعوا هذه الأشياء لكي يستفيدوا من الكون، لكي يستفيدوا من خيرات الطبيعة ومن كل ما رزقنا الله سبحانه وتعالى على كوكب على هذا الكوكب. فنبدأ مع المجموعة الأولى من 11، نبدأ مع المجموعة الأولى اللي هي مجموعة أو مكون النشويات. فالنشويات يعني قمح، شعير، ذرة، رز، يعني هذه كلها تشترك، القمح بنوعيه يعني الطري والصلب، وهذه الحبوب، هذه النشوية يعني تشترك مع بعضها في النشا، أنها تحتوي على مكون نشا ستارتش، وبالفرنسية أميدون. فهي النشويات يعني مختلف، يعني الذرة مثلا والشعير مع القمح، القمح الطري، القمح الصلب مع القمح الطري، هناك يعني فرق بسيط فيما يخص يعني تركيب النشا. والرز كذلك بالمقارنة يعني مع القمح، فالرز يعني لا يحتوي على مكون الجلوتين، لكنه يشترك مع القمح في ستارتش، يعني في النشا. هذه الحبوب النشوية هي معروفة بالفيتامين بي، مكون الفيتامين بي في الألياف الغذائية، وبمكون النشا. النشا هو سكر مركب، وهذا السكر المركب هو يحفظ الجسم ويحفظ القولون من السرطان. والنشويات يعني هذه الألياف المركبة، يعني الستارتش هذا، يعني النشا يعتبر من الألياف، من الألياف، الألياف الدائبة، لأن الألياف هناك الغير الدائبة والدائبة مثل السيلولوزيس، ثم ستارتش هو اللي هو الموجود في النشويات. يعني هذه النشويات هناك من يعني مع الأسف يعني تتعرض للتنخيل، تنخيل هو إزالة النخالة مثل القمح مثلا، ولما نزيل هذه النخالة من القمح نزيل 70% من المكونات الضرورية الطبيعية القوية للجسم، اللي هي الأملاح المعدنية والفيتامينات والألياف الغذائية، نزيل 70% من هذه المكونات، ويعني خطأ. الرز مثلا لا ينخل، الذرة تنخل قليلا، الشعير أقل من الذرة، ثم كذلك الشوفان ينخل، لكن يعني من الأحسن ألا ينخل لا قمح ولا شوفان، ألا نزيل، أن نزع النخالة منه، لأن أهمية النشويات تكمن في الألياف الغذائية، الألياف الغير الدائبة الموجودة في النخالة، الألياف الدائبة اللي هي النشا، ثم موجودة كذلك في الأملاح المعدنية مثل الزنك ومثل المغنيسيوم مونغانيز مثل الكالسيوم. يعني الزنك يعني مكون يعني ضروري جدا، هو الزنك هو من الأملاح المعدنية القوية الموجودة في النشويات هذه. ثم هناك اختيار، أن الله سبحانه وتعالى نوع في هذا الكون، هناك اختيار. فالأشخاص الذين لديهم حساسية للجلوتين مثلا ممكن أن يستهلكوا الذرة والرز، والأشخاص مثلا اللي عندهم مشكل أطفال فينيلألانين، نعلم مثلا فينيلألانين أن القمح أقل من الشعير في فينيلألانين، وهنا ربما يعني بعض الناس غادي يستغربوا أن القمح بالنسبة للأطفال اللي عندهم مشكل فينيلألانين، القمح أحسن من الشعير، لأن الشعير فيه فينيلألانين أكثر من القمح. فيعني سنتكلم ونتطرق عن هذه الخصوصيات وعن هذه بتدقيق إن شاء الله لما نتكلم عن هذه المجموعة، وسنأخذ كل نوع من هذه النشويات في حلقة لنعطيه معلومات كافية ودقيقة، ودائما لنأتي بالجديد، وهذا الجديد يكمن في سر أو أسرار الأغذية وليس في التركيب الكيماوي. فهناك من يتكلم عن التركيب الكيماوي، نحن نتكلم عن التركيب، لكن نتكلم عن سر الكامن في كل غذاء. ما السر في أي غذاء؟ ليست الأغذية تتشابه، ولكن سنأتي بهذه الأشياء في وقتها إن شاء الله لما نتكلم عن هذه في حلقة متكاملة أو في حلقات متكاملة عن كل نوع من هذه النشويات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.